منور يا سمو الأمير. الله يحييك أحمد. الله يسعدك، شكرا لوقتك الكريم. الله يحييك من الشيخ عايض. الله يحفظك إن شاء الله. منور النشوان. نعم منور الشيخ علي. الله يحفظك. ها أبو عبد الله دائما تتحفنا، وش عندك طلب؟ أنا سعدت وياك دكتور أحمد اليوم بزيارة سمو الأمير الوليد بن طلال. نعم. هذا أبو الأيتام والمساكين والفقراء، له مواقف عندي مشرفة. أولا هو ترى بعد خادم الحرمين ومتصل بي في الفلبين ويرسل لي طائرة، اتصل بي قال برسلك طائرة. هذا سمو الأمير الوليد بن طلال. الوليد بن طلال. الله يجزاه. ويوم جيت في مستشفى الملك عبد العزيز، أنا طبعا سويت عملية، زارني من أول الناس. يا سلام. و تعرف نسيبي عبد الرحمن بن حمود يقول أزوره يوم الاثنين والخميس وصائم، والله ما أردت أقول لكن وجه الله. قال ترى بعض الناس يجمع بين المال وبين الخير. أنا جيت اليوم عشان أدعوه لحضور زواج ابني عبد الله، يكون من أول الحضور، أول من دعوت يعني يوم الخميس هذا في قاعة سراج في حطي، وقلت الأبيات هذه. تسلم. على الوليد سلام فيه مسك صبا، مسك الصبا. نعم. على الوليد سلام فيه مسك صبا، مسطر يملأ الأدراج والكتب، أبو الأرامل والأيتام لا برحت يداك تعطي عطاء يخجل السحبة. أبو الأرامل والأيتام لا برحت يداك تعطي عطاء يخجل السحبة. أتيت أثني على مجد ضفرت به، ما جيت أطلب لا عينا ولا ذهبا. أبشرك عندنا خير الحمد لله، ولكن مقابلة الطيبين والشكرهم أجمل شيء. أتيت أثني على مجد ضفرت به، ما جيت أطلب لا عينا ولا ذهبا. لم أنس موقفك الأسمى، وقد نفدت رصاص غدر أثيم يشبه الشهبة. وفي الفلبين جاءتني مكالمة، إرسال طائرة ممن حوى الرتبة. وزرتني ودماء الجرح نازفة، ببسمة تبرد الآلام والنصب. شرف سموك، شرف سموك حفلا قد سهرت له، زواج ابني ومجدي أن أكون أبا. وعمه خادم البيتين أرسل لي في الجو طائرة والسفر قد وجب. مع الصديق الذي طابت شمائله أبو سفيان، مع الصديق الذي طابت شمائله، من طوع الحرف حتى جمل الأدب. ذا أحمد العرفج المقدام تعرفه، قد دبج الفكرة والإبداع والخطبة. وسلامتكم وصلى الله على الحبيب يا أبي محمد. تستاهل شكرا. تستاهل يا سمو الأمير، أسعدك وبارك فيك. شكرا والله حلوة. إجزاك عن كل من أعطيت من الأيتام والفقراء والمساكين. كل الغرفة اليوم بالدكاترة، دكتور ودكتور دكتور. الله يسعدك. سعداء فيك يا سيدي. ما شاء الله. ما شاء الله عليك. شعر قوي والله. أي والله شعر قوي. سعيدين والله. أنا الشعر هذا يكفينا عرفني عليك. وقبل عمك خادم الحرمين سويت لبيك يا سلمان بالشعبي. فأنشدت وجاراني 90 شعر. وإذا معالي الشيخ خالد العبادي يقول طول طويل العمر يبغاك علشان الشيلة تجيه. دخلت على خادم الحرمين قال ما شاء الله ما خاب ظني فيك، انا اسمع قصيدتك. قال تركي الحكماني والله الله خادم الحرمين دائم طويل العمر يقول سمعوا القصيده. الى اخر ما حصل في اللقاء في الشعر، اذا كان الله يعلم ان نريد نثني على اهل الخير ليزدادوا خيرا وربي سوف يسالنا، ولو انك ما تستاهل ما قلنا هذا الكلام، لكن نعرف مواقفك المشرفه مع القياده ومع الوطن ومع الايتام والمساكين ومع الشعب عموما، فالله يزيدك توفيقا ونجاحا. دمت والله احنا يعني خادم الحرمين الشريفين ولدنا. نعم. محمد بن سلمان اخونا. نعم. ومشك الوطن هذا يعني ماوانا. احنا طبعا انت كله تحت رايه لا اله الا الله محمد لا اله الا الله محمد رسول الله، ما في شك. الحمد لله رب العالمين. زادكم الله توفيقا، عاد انتم بيت الطيب وبيت الكرم. والله يرحم جدك صقر الجزيره اللي جمعنا، انا من الجنوب وهذا من القصيم. وذاك من الشرق وهذا من الشمال وهذا من الحوطة، سرنا أسرة واحدة، سرنا قبيلة واحدة، شيخها سلمان بن عبد العزيز وقبلتها مكة. نحن قبيلة السعودية قبيلتنا والكعبة قبلتنا. بارك الله فيكم. شكرا.